دوري مصر الرياضية في أفريقيا كان محور اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الأسبوع الماضي، وهو ما وضح جليا خلال تنظيم مصر منتدى أفريقيا 2018 بمدينة شرم الشيخ، والذي شهد العديد من الفعاليات والجلسات المثمرة في طريق التكامل المصري الأفريقي. الرئيس السيسي شارك في الجلسة التمهيدية لافتتاح المنتدى والتي حملت عنوان شباب رواد الأعمال بأفريقيا بمشاركة رئيس رواندا، حيث أشار السيسي إلى أن التحديات العالمية الحالية تحتم على الجميع تنمية ريادة الأعمال في إفريقيا. ومن هنا نبعث رسالة واضحة للعالم أجمع بأن إفريقيا هي مستقبل الاقتصاد العالمي وريادة الأعمال، لأنها تمتلك كافة العناصر التي تمكنها من تحقيق طفرة اقتصادية تسهم فيها مشروعات رواد الأعمال بقوة وفاعلية. ومن هذا المنطلق واستكمالا لرؤيتنا تجاه دعم وتمكين الشباب وخاصة في مجال ريادة الأعمال، فقد حرصت مصر على القيام بالإجراءات التالية. أول هذه الإجراءات، تم تكليف مؤسسات الدولة بتوحيد جهودها نحو تأسيس أول مركز إقليمي لريادة الأعمال في مصر، بهدف تقديم كافة سبل الدعم اللازم للشركات الناشئة في مصر ودول المنطقة، فضلا عن إعادة وتصميم منهج متكامل لتأهيل وتدريب الشباب لريادة الأعمال. وأعرب الرئيس السيسي عن ثقته في عقول وقدرات الشباب، وطالبهم بمزيد من الاجتهاد والمثابرة والإبداع للنهوض بالقارة الإفريقية. وأشار الرئيس السيسي إلى أن الدول الإفريقية تواجه تحديات كبيرة، خاصة ما يتعلق بالبنية التحتية، ما يحول دون توفير فرص عمل مناسبة لشباب القارة. وفي اليوم التالي شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الافتتاح الرسمي لمنتدى أفريقيا 2018، حيث أكد أن المنتدى يأتي في وقت تتطلع فيه الدول الإفريقية لتحقيق مزيد من التكامل الإقليمي وتيسير حركة التجارة البينية. إن لقاءنا هذا العام يأتي في وقت نتطلع فيه جميعا لتحقيق مزيد من التكامل الإقليمي وتيسير حركة التجارة البينية، لا سيما بعد أن انطلق الاتحاد الإفريقي، بعد أن أطلق الاتحاد الإفريقي منطقة التجارة الحرة القارية خلال القمة التي عقدت في نواكشوط في مارس 2018. كما نتطلع إلى زيادة الاستثمارات بين دول القارة الإفريقية، وذلك من خلال تنفيذ مشروعات مشتركة وعابرة للحدود، خاصة في مجالات البنية الأساسية والطاقة الجديدة والمتجددة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. إننا نطمح لتحقيق هذه الأهداف من خلال العمل المشترك تحت مظلة الاتحاد الإفريقي الذي تشرف مصر برئاسته العام المقبل، والتي سنسعى خلالها بكل جهد مخلص للبناء على ما تحقق طيلة السنوات الماضية، وكذلك استكمال أجندة قارتنا للتنمية، وهو ما يدفعنا نحو المزيد من التشاور والعمل الجماعي لتفعيل المشروعات التي تحقق التنمية الشاملة والمستدامة في القارة، لتحتل المكانة التي تستحقها على خريطة الاقتصاد العالمي. ونوه الرئيس السيسي إلى حرص مصر على زيادة استثماراتها في إفريقيا، والتي ارتفعت خلال العام الماضي بمقدار 1.2 مليار دولار، مشيرا إلى أن ذلك التوجه يهدف إلى تحقيق المصالح المشتركة لمصر وللدول الإفريقية، إلى جانب زيادة التعاون ونقل الخبرات المصرية إلى دول القارة. كما أكد الرئيس السيسي أن مصر قطعت شوطا طويلا على طريق الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، مشيرا إلى أن تلك الإصلاحات ساهمت في تحسن المؤشرات الاقتصادية والتصنيف الائتماني لمصر بشهادة العديد من المؤسسات الدولية. لقد قطعت مصر شوطا طويلا على طريق الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي وإجراء إصلاحات هيكلية في مختلف القطاعات، والعمل على تهيئة مناخ أكثر جاذبية للاستثمار المحلي والأجنبي. وقد ساهمت هذه الإصلاحات
في تحسن المؤشرات الاقتصادية والتصنيف الائتماني لمصر بشهادة العديد من المؤسسات الدولية، ويتزامن هذا مع ما تنفذه العديد من الدول الإفريقية من برامج إصلاحية لتحسين أداء اقتصاداتها. وفي هذا الإطار اسمحوا لي أن نستعرض سويا ما تحتاجه دول القارة فيما يتعلق ببرامجها الإصلاحية، إذ من الضروري أن تتناسب تلك الإصلاحات مع متطلبات العصر واحتياجات المواطنين ودفع عملية التنمية، لتشمل تطوير الطرق والمطارات والموانئ والمدن وشبكات الكهرباء والطاقة والمياه والصرف الصحي. كما يجب أن تواكب عملية الإصلاح متطلبات ثورة المعلومات والتكنولوجيا المتطورة والصناعات والخدمات الجديدة المرتبطة بالاقتصاد الرقمي. وأشارك الرئيس السيسي في جلسة القيادة الجريئة والالتزام الجماعي لدفع الاستثمارات داخل أفريقيا، حيث أكد أهمية عامل الوقت في إنجاز المشروعات والبناء والتنمية، مشيرا إلى أن عنصر الوقت يعد أهم التحديات التي تواجه القارة الإفريقية، ومن الضرورة الحتمية التي تفرض علينا الأداء السريع. اسمحوا لي أن أكلمكم عن تحدي موجود إحنا شايفينه هنا في مصر، وأكيد هو موجود بشكل أو بآخر في إفريقيا. تحدي الوقت، تحدي الوقت، الزمن. يا ترى معدلات العمل اللي احنا ممكن نتعامل بيها جوه بلادنا هي معدلات مناسبة ولا لا؟ هل النهاردة ونحن نتحرك في افريقيا وفي مصر والعالم المتقدم والعالم كله قد سبقنا بسنوات طويلة، هيتح لنا الوقت الفرصة ان احنا نتقدم بمعدلات متسارعة في ظل المعايير والسياسات المعمول بيها، سواء كان هذه المعايير والسياسات اللي احنا اللي هي النظريات اللي موجودة الاقتصادية والمالية المعمول بيها في بنوك التمويل في العالم، ولا هتبقى هي لانها معمولة طبقا لمعايير، معايير علمية ومعايير اقتصادية ما فيش كلام، وبالتالي لما تيجي تنطبق على ظروف القارة الإفريقية قد لا تنطبق، وبالتالي قد لا تنطبق، لأن أي بنك هيدي تمويل في إفريقيا بيحط كارتيريا، بيحط شروط، مش شروط علينا لكن شروط الحفاظ على المال اللي هو بينظم البنك، اللي البنك بينظم عمله وإقراضه. يا ترى هو هيبقى داخل ومستعد يدينا ده؟ طب ما الوقت مش الوقت هيبقى كتير قوي علينا في افريقيا وفي دولة زي مصر عشان نحققه. واوضح ان هناك فرقا بين طرح الافكار والسياسات وبين الواقع الفعلي الذي نعيشه. وفي ختام المنتدى اعلن الرئيس السيسي 7 قرارات استكمالا لدور مصر الفعال في العمل على نهضة القارة الافريقية، ابرزها انشاء صندوق ضمان مخاطر الاستثمار في افريقيا. وذلك لتشجيع المستثمرين المصريين لتوجيه استثماراتهم لإفريقيا والمشاركة في تنمية القارة والاستفادة من الفرص الهائلة المتوفرة في قارتنا. التفاوض مع المؤسسات الدولية شركاءنا في التنمية لدعم البنية الأساسية ركيزة التنمية الحقيقية، ومن ذلك الإسراع في الانتهاء من طريق القاهرة كيب تاون، وذلك لدمج أقطار القارة وتوسيع حركة التجارة بين بلداننا. تحفيز وتيسير عمل الشركات الأفريقية في مصر لتحفيز الاستثمارات المشتركة والاستفادة من التطور المستمر في الاقتصاد المصري. زيادة التعاون الفني مع دول القارة في مجالات الاستثمار في رأس المال البشري والتحول الرقمي وإدارة التمويلات الدولية والحوكمة ونظم المتابعة والتقييم. إنشاء صندوق للاستثمار في البنية التحتية المعلوماتية بهدف دعم التطور التكنولوجي والتحول الرقمي في القارة، وذلك لبناء اقتصاديات حديثة قائمة على أحدث النظم التكنولوجية. التعاون المشترك بين مصر وأشقائها من دول القارة في مجالات الحوكمة ومحاربة الفساد من خلال تبادل الخبرات
والتدريب والتأهيل للأجهزة المعنية في القارة لنشر ثقافة الحوكمة والقضاء على الفساد. إطلاق المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019-2022 في إطار الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد، وتفعيل نشاط الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد مع تقديم 250 منحة تدريبية للكوادر الإفريقية العاملة في مجال الوقاية من الفساد. وأكد الرئيس السيسي أن تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية هي أهم سبل مجابهة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في القارة الأفريقية، وهو ما انعكس خلال مناقشة استراتيجيات جذب الاستثمارات إلى القارة. إن تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية والتحديث هي أهم سبل مجابهة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في قارتنا، وهو ما ظهر جليا في المناقشات التي دارت أثناء المنتدى والتي ارتكزت على مناقشة استراتيجيات جذب الاستثمارات في إلى القارة لتسريع نمو الشركات الناشئة وتوفير بيئة أعمال جيدة لرواد الأعمال على مستوى القارة وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي عبر الحدود. كما كانت قضية تمكين المرأة من الموضوعات التي تم تناولها بصورة مستفيضة، خاصة فيما يتعلق بأهم التحديات التي تواجه هذا الأمر في قارتنا، والسياسات التي تزيد من فرص تمكينها وحمايتها داخل بيئتها المحيطة، وكذا تسليط الضوء على أفضل الممارسات المتعلقة بتأهيلها للقيادة وضمان أفضل الطرق لزيادة دورها للمشاركة في رسم السياسات على جميع الأصعدة. وفي إطار اللقاءات التي يجريها الرئيس السيسي، استقبل السيسي رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، حيث أعرب عن تطلع مصر لاستكشاف مزيد من مجالات التعاون مع البنك. من جانبه أعرب رئيس البنك الآسيوي للاستثمار عن اعتزاز البنك بعلاقات التعاون مع مصر، مشيدا بنجاح مصر في تنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادي. كما استقبل الرئيس السيسي نظيره الجنبي أدام بارو، حيث أكد الرئيس حرص مصر على العمل على تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، مبديا استعداد مصر لدعم جامبيا في مختلف المحافل القارية والدولية. وخلال استقباله سكرتير عام تجمع الكوميسا الجديد، أشاد الرئيس السيسي بجهود تجمع الكوميسا في سبيل تعزيز التكامل والاندماج الإقليمي في أفريقيا، وأكد السيسي دعم مصر الكامل لها في الاطلاع بمهمتها الجديدة، معربا عن تطلعه لأن تشهد فترة توليها المنصب زيادة في الأنشطة التي تخدم الدول الأعضاء بالتجمع. كما بحث الرئيس السيسي هاتفيا مع مستشار النمسا سيباستيان كورتيز العلاقات الثنائية وجهود مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وعددا من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. وعبر الرئيس خلال الاتصال عن حرص مصر على تعزيز العلاقات بين البلدين، فيما أكد كورتيز رغبة بلاده في الارتقاء بمجمل العلاقات الثنائية مع مصر. وخلال الأسبوع الماضي استقبل الرئيس السيسي نائب الرئيس الإيفواري دانيال كابلان، حيث تم الاتفاق على بدء الإعداد لعقد اللجنة المشتركة خلال العام المقبل في إطار تعزيز وتدعيم العلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين. وأكد السيسي حرصه على تلبية دعوة لزيارة كوت ديفوار في أقرب فرصة ممكنة. وخلال استقباله وفدا لرؤساء وممثلي عدد من كبرى صناديق الاستثمار العالمية والإقليمية، استعرض الرئيس السيسي التطورات والإجراءات الإصلاحية والتنموية التي تتبناها الحكومة لتشجيع الاستثمار وتذليل جميع العقبات أمام المستثمرين، كتحرير سعر صرف العملة وتحقيق زيادة مطردة في احتياطي النقد الأجنبي، فضلا عن تطوير البنية الأساسية. وأشاد الرئيس السيسي بإرادة الشعب المصري ووعيه وتفهمه لضرورة تحمل أعباء خطوات الإصلاح. وشدد الرئيس السيسي خلال استقباله مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونايدو لي يونغ على الأهمية التي تمثلها المشروعات والبرامج التنموية التي تشارك فيها لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة، مشيدا بقرار إدراج مصر ضمن برنامج شراكة الدول التابعة للمنظمة. وفي ختام الأسبوع تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من المشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة وبقطاع الطرق والنقل. وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي إن جولة الرئيس تأتي في إطار المتابعة الدورية للمشروعات الجاري تنفيذها، مشيرا إلى أن الرئيس أشاد بجهود العاملين في هذه المشروعات.
لا ما تنسيش. ازاي؟ والله كنت بتمناها. ربنا يبارك فيك ويديك الصحة. لا انا سعيد ان انا شفتك لازم اسلم عليك. يا رب يخليك. ردك الصحة يا رب يخليك. وفقك يا رب يخليك. عندك عيلة؟ ما شاء الله. انا بشتغل قد ايه؟ كم ساعة؟ يا طبعا بشتغل يعني ما تفاجئش حضرتك بشتغل في العصر. ايوه. بشتغل حوالي 10 ساعات. ما شاء الله. يا رب تخلص. هو انا عايزه حاجه عربي مش بتاعتي شغال علي. عايزه اي حد يتوسط لي المعرض اخد عربيه وادفع انا قسطها. ما تسمعيش معايا. تسلم. مش عايزه حاجه تاني. يا رب يخليك. صحيح والله. يا رب يخليك. ليه تراضي؟ يا رب يخليك يا ريس. تسلم. يا رب يخليك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. اكسب طبعا. شكرا ست غالي. قول بس يا رب وربنا على خير هيكملها. لو شلتها ما انا عارفك قدها وقدودها تشيلها. ده انت من البلد اللي تملك بتجيب رجاله. الشيخ محمد بن زايد النهيان تبادل خلالها وجهات النظر بشان اخر تطورات بعض من القضايا الاقليميه ذات الاهتمام المشترك، كما بحثا تعزيز العلاقات الثنائيه في مختلف المجالات ترسيخا للعلاقات التاريخيه المتميزه التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.